أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن. أشار إلى أن ما يتحمله الشعب الفلسطيني اليوم أمر غاية في الفظاعة، داعيا أصحاب الأعمال من العرب والبريطانيين إلى القيام بدورهم لدفع حكوماتهم نحو التهدئة والحلول الدائمة، موضحا أن القمة التي تعقد تحت شعار تعزيز الرؤى المزدهرة ستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، مع التركيز على كيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والعالم العربي. وشدد ناس على أهمية الملفات التي تستعرضها القمة والتي ترتكز على تعزيز العلاقات التجارية والتدفقات الاستثمارية في الاقتصاد المنخفض الكربون والسياحة المستدامة والتجارة الإلكترونية والامتياز والصناعة المصرفية والمالية، فضلا عن موضوع الأمن الغذائي والمائي. القمة الاقتصادية العربية البريطانية تطرقت لنقاط هامة حول العلاقات البريطانية العربية لا سيما الاقتصادية. اجتمعنا اليوم للتحدث حول مستقبل هذه العلاقات والاقتصاد. احنا رعاة في هذا المؤتمر، السنة الماضية كان المؤتمر والسنة هذه كذلك كان المؤتمر، والحضور جيد جدا، وهو تبادل وجهات النظر والأفكار والآراء فيما بيننا وبين الأخوة في الغرفة العربية البريطانية وبعض الغرف التجارية الأخرى. السلام هو نقطة أساسية في الاقتصاد، إذا كان فيه سلام معناه فيه اقتصاد راقي وفيه استراتيجية صح، هذا هو السلام. مؤتمر جدا رائع، حضور عربي وحضور بريطاني مميز من القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي، والمؤتمر هذا نسخته الثالثة، وهي يعني مناسب لتلاقي الأفكار ومد التعاون بين الوطن العربي وبريطانيا.